بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. تعددت رحلات وأسفار الإمام البخاري العلمية عشان يقدر ياخد عن أكبر قدر من شيوخ الحديث الشريف، ويقدر إنه كمان يروح بسبب ياخد الرواية، يبقى في رواية ويبقى في تحديث كذلك عند هؤلاء المحدثين. فزار الإمام البخاري أكثر البلدان الإسلامية في زمانه للسماع من علمائها وأهل الاختصاص في الحديث الشريف وعلومه. لذا فقد كان للإمام البخاري شيوخ كتير جدا، الحقيقة لا يحصى لهم عدد، وألف كتير من أهل العلم في أسماء شيوخ الإمام البخاري. حتى ذكر الإمام النووي وقال هذا الباب واسع جدا لا يمكن استقصاؤه، وده بيعبر عن كثرة شيوخ البخاري، لأنه طبعا زي ما حضراتكم عارفين ابتدأ طلبه للعلم في بلده بخارى بعد خروجه من الكتاب مباشرة، اللي هو مكتب تحفيظ القرآن الكريم، وبعد كده سمع من شيوخ بلده في بخارى، ثم توسع ورحل إلى الأقاليم اللي هي بتجاور بخارى عشان يسمع من شيوخها الحديث الشريف، فرحل إلى بلخ، وقلنا اللي هي موجودة الآن في شمال أفغانستان، ومروا كذلك هي في تركمانستان موجودة في أسيا هي كذلك، وكذلك في الري في الجنوب الشرقي لمدينة طهران في إيران، وكمان راح نيسابور مدينة في مقاطعة خراسان بتقع يعني شمال شرق إيران أو شمالي شرق إيران، وهي عاصمة خراسان القديمة، وبتعد من أشهر مراكز الثقافة والتجارة والعمران اللي كانت موجودة في العصر العباسي. كان عمر الإمام البخاري أول مرة دخل فيها نيسابور كان حوالي 15 سنة، يعني ده سنه صغير جدا، لكنه عشان ابتدأ حفظ القرآن الكريم من سن صغيرة، وزي ما هو قال وبيحكي في سيرته الذاتية أنه ألهم أن يحفظ الحديث وهو في الكتاب، أول ما خرج من الكتاب تتلمز على كل المشايخ اللي موجودين في بلدته بخارى في الحديث الشريف، وشوفوا بقى شوف الحديث الشريف كان واصل إلى كل هذه الأماكن وكذلك لكل الأقاليم المجاورة لبخارى. وذكر الإمام حتى الحاكم النيسابوري وهو من علماء الحديث، هو اتولد في 321 هجرية، وهو بيحكي عن قدوم الإمام البخاري لنيسابور، فبيقول أول ما ورد نيسابور كان 209 هجرية، وده في بداية مراحل نيسابور، كان رايح طالب علم. وبعدين بيحكي الحاكم النيسابوري بيقول ووردها أي نيسابور في الأخير بعد ذلك، يعني في سنة 250 أقام بها حوالي 5 سنوات يحدث على الدوام، يعني أول ما راح نيسابور راح ليطلب علوم الحديث الشريف، وبعد كده بقى كمل الرحلة بتاعته في طلب العلم، وبعدين رجع تاني لنيسابور، لكن رجع إليها محدثا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين ارتحل إلى الحجاز فدخل مكة، ثم رحل إلى المدينة المنورة واستقر بها مدة، وألف هناك كتاب التاريخ زي ما قلنا قبل كده، ثم انطلق في الأمصار المتنوعة والمتعددة، وشملت رحلات الإمام البخاري أغلب الحواضر والعواصم العلمية في وقته، المدن اللي كان فيها نشاط علمي وكانت مشهورة بكده، وكانت مشهورة بتعليم الحديث النبوي الشريف وفيها أئمة المحدثين. فرحل الإمام البخاري إلى العراق
في العراق وواسط والكوفة والبصرة وبالشام، دخل دمشق وحمص وعسقلان ورحل كمان إلى مصر. كل العواصم اللي كانت معلومة ومعروف عنها بأن فيها أئمة الحديث الشريف وكان فيها نشاط علمي رحل إليها الإمام البخاري. وأورد المحدث والمؤرخ الكبير الخطيب البغدادي، ذكر أن الإمام البخاري رحل في طلب العلم إلى سائر محدثي الأمصار، يعني سافر لكل البلاد التي كان فيها أكبر المحدثين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يتلقى منهم العلم. وذكر كمان أنه كتب بخراسان ومدن العراق كلها وبالحجاز والشام ومصر، فكانت له رحلة طويلة وكبيرة ومتنوعة. أثناء رحلات الإمام البخاري الكتيرة والمختلفة، لقي الإمام البخاري أكثر من 1000 رجل من أهل العلم في الحديث الشريف، وهو نفسه قال هذا الكلام. لقاهم والتقى بهم في هذه الأقطار المختلفة اللي هو سافر إليها طالبا للحديث الشريف. وحتى كان من شدة حرصه لو في حد من كبار المحدثين هو ما رحلوش بيجتهد أنه يروح له، يعني من شدة حرصه على طلب الحديث الشريف أراد الرحلة إلى اليمن عشان يسمع من عبد الرزاق الصنعاني اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده، المحدث اليمني الكبير. فلم يقدر للإمام البخاري أنه يقدر يروح له لأنه سأل عنه، فقالوا يعني سأل ألا يزال حيا، فأخبروه خطأ بموته وكان لم يكن مات بعد. لكن لحرصه على علم عبد الرزاق الذي لم يتمكن للذهاب إليه، سمع البخاري حديث عبد الرزاق من يحيى ابن جعفر. طبعا لما بيروح للشيخ اللي هو الأصل بيكون أقوى، هو راح كذلك لمن تتلمد يعني على يد هذا الشيخ وأخذ منه حديث عبد الرزاق ذلك المحدث اليمني الكبير. وطبعا نظرا لرحلات الإمام البخاري الواسعة في طلب الحديث الشريف من الشيوخ في الأقطار الشاسعة، تميز في علم الحديث الشريف واشتهر بين الناس البخاري، اشتهر بعلمه واشتهر بدقته، فقصده كثير من طلاب العلم، تتلمذ على البخاري وسمع واستفاد منه عدد كبير جدا من طلاب الحديث الشريف. وكان عدد الطلبة اللي بيحضروا مجلس الإمام البخاري عددهم كان كبير جدا، حتى قال أبو علي صالح بن محمد الملقب بجزرة، كان محمد بن إسماعيل يقصد الإمام البخاري، يعني كان محمد بن إسماعيل البخاري يجلس ببغداد وكنت أستملي له، يعني بيطلب منه أن يقرأه، يعني يقرأ له وبعد كده هو يكتب مما يسمعه منه. فبيقول يجتمع في مجلسي أكثر من 20,000. وروى حتى الخطيب البغدادي عن محمد بن يوسف وقال إنه اللي هو أحد أكبر تلاميذ الإمام البخاري، إنه قال سمع الصحيح من البخاري، وأنا بسمع، عايز يقول وأنا بسمع الصحيح أو الجامع الصحيح من البخاري، سمع معايا نحو من 70,000 واحد سمعوا معايا البخاري. أنت متخيل كم طلبة العلم اللي كانوا بيجوا من شرق ومن الغرب ويعرفوا مثلا أنه هو هناك في بلد أو في مصر من الأمصار أو في إقليم من الأقاليم يحدث بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، كم طلبة العلم اللي بيروحوا عشان يستمعوا إلى الجامع الصحيح من للإمام البخاري. وروي أن عدد يعني من هؤلاء أو من سمع منه أو هؤلاء الذين سمعوا منه كتابه الجامع الصحيح، في بعض الروايات جاءت أنه ما بين 70,000 ل90,000 طالب علم استمعوا للجامع الصحيح. يعني عايزين نقول أنه طافت شهرة الإمام البخاري في جميع الأمصار والبلدان، اشتهر تميزه ونبوغه في الحديث الشريف، فذاع عنه سعة حفظه وذاع عن الإمام البخاري تثبته وكمان إتقانه في الحديث الشريف.
فبدأ يقبل عليه طلاب الحديث ويسعون إليه ويعملوا يتحلقون، لما يجدوه يتحلقون حوله حلقا حلقا طلبا للرواية عنه والسماع منه. يعني إما بيطلبوا يسمعوا حديث رسول الله وشروح الحديث، أو الرواية إنهم يرووا عن الإمام البخاري، لأن مجالس الحديث عند المحدثين إما إنها تكون مجلس تحديث ومجلس التحديث، وفيه بيروي المحدث على الملأ، المحدث الذي يحدث بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام بيروي كده على الملأ أحاديث سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويقوم بأنه يبينها لهم ويشرحها لهم وهكذا. بيقتدون في ذلك علماء الحديث بمجالس التحديث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كان سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بيعقد مجلسا بيذكر فيه أصحابه بالله عز وجل ويحثهم على مكارم الأخلاق ويضرب لهم الأمثال للوعظ وبيعلمهم دقائق الشريعة. وعلى نفس هذا المنوال كان الصحابة يسيرون مهتدين بهدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، حتى كمان أئمة الحديث طريقة النبي لما كان يدخل المجلس وهو متطيب ومتجمل، وطريقة جلسة النبي وطريقة تحديث النبي بحديثه صلى الله عليه وسلم، وتعامل الصحابة مع حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجلس علم له أداب الطالب العلم أو آداب المريد مع شيخه، وشيخ الأشياخ وأستاذ جميع العالمين سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالصحابة اتعلموا آداب المجلس كلها من طريقته صلى الله عليه وسلم، وبدأوا يحاكوا هذه الطريقة في مجالس التحديث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا مجالس الحديث إما التحديث بالحديث، يقولوا الأحاديث ويشرحوها ويبينوها، أو الإملاء. مجلس الإملاء ده اللي بيعتبروا علماء الحديث أعلى مراتب الرواية، يعني يروي عن شيخه. فاللي بيقعد في مجلس البخاري إما بيجلس في مجلس تحديث فيسمع الحديث وشرح الحديث النبوي الشريف، أو إنه بيجلس إلى الإمام البخاري ليروي عنه ما سمع. فكانوا بيتحلقون حول، يعني يبقوا حلق حلق حوالين الإمام البخاري ليكتبوا الرواية عن الإمام البخاري، لدرجة إن طلاب العلم كانوا بس مجرد بس يشوفوا الإمام البخاري يجروا وراه. بيجروا وراه ليه؟ ملتمسين لعلمه، ولأنه معلوم ومعروف بدقته وضبطه. قال محمد ابن أبي حاتم وراق البخاري، وكنا تكلمنا عن وراق البخاري قبل كده وقلنا أنه هو كان من أخص تلاميذ الإمام البخاري، وأكثرهم كان ملازم كتير جدا للإمام البخاري، وأكثرهم رواية لأخباره. وكمان كان وراق البخاري بينسخ بيكتب، يعني لو كان الإمام البخاري بيكتب يعني في شكل مسودات، فكان وراق البخاري يقوم بنسخها بإعادة كتابتها بطريقة منمقة ومنظمة. وحتى ذكر ابن حجر العسقلاني أن الإمام الجليل أبو عبد الله محمد ابن أبي حاتم الوراق، وهو بيقول وهو الناسخ اللي كان بينسخ بينقل كتب الإمام البخاري وينمقها. وكان ابن حجر العسقلاني بيقول إن وراق البخاري كان ملازم له في كل اللحظات وفي السفر في الحضر، فكتب كتبه كلها. قال محمد، فهذا الرجل اللي هو محمد بن أبي حاتم وراق البخاري كان بيقول إنه كان أهل، بيوصف حال أهل العلم مع الإمام البخاري، فبيقول كان أهل المعرفة يعدون خلفه طلب الحديث وهو شاب، وهو ما زال لسه صغير في السن، ما زال شابا، ومش شاب يعني، لا ده شاب حديث السن. طلاب المعرفة وطلاب علم الحديث أول ما يشوفوه يجروا وراه وهو ما زال صغير، لأنه ابتدى العلم وهو صغير. فحتى هو بيقول حتى يغلبوه على نفسه ويجلسوه في بعض الطرق فيجتمع عليه ألوف أكثرهم ممن يكتب عنه، وكان شابا لم يخرج وجهه. يعني عايز يقول كانوا بيقعدوه يحيلوه بقى ويقولوا احنا مش هنسيبك إلا ما تحدثنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهم طالب
يريد أن يسمع حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يطلب الرواية عن الإمام البخاري، فكانوا يجلسون يغلبوه على نفسه، يعني مش هنسيبك إلا لما تحدثنا أو تقوم أو إحنا نستملي أنهم يكتبوا عنه ما سمعوه في من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده لشغف طلبة العلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللثقة الكبرى اللي وثق فيها أهل العلم في الإمام البخاري نظرا لانضباطه في طريقة التعامل مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنهج الذي وضعه مما تعلمه الإمام البخاري من أشياخه وأساتذته، فرحم الله تعالى الإمام البخاري رحمة واسعة. اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام، واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام، يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قلوب عامرة، مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناة أون، وسائر مشاهدينا الكرام في كل مكان، مرحبا بالجميع. نذكر سريعا بصفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة. ناخد الأسئلة النهاردة. أستاذة سمر، تفضلي يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيك يا دكتوره؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا استاذ سمر. الحمد لله، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. امين اجمعين. مشكله انا مش عايزه حاجه، بس انا حضرتك انا نفسيتي تعبانه جدا من امي، انا سببت لي دمرت لي حياتي. ليه؟ حضرتك من صغري يعني كده، واحنا يعني ايه عشان بتضرب ابويا وكده. عشان ايه؟ بتضرب، اشوفها من صغري وهي بتضرب ابويا. والدتك بتضرب ابويا عشان كان راجل طيب وكده. انا كنت طفله بسمع خبط ابويا وزق ابويا من على السرير وكده، وبيضرب ابويا وكده، فانا وتقول له انا بكرهك وكده، فانا كنت بهوش على ابويا وكده كل حياتي، ان انا كنت بدافع عن ابويا وكده، وما عملتش اي حاجه يا دكتوره، عذبتني وصوتت معاكي وصديت طلاقي ودرقت عليا وزيت مغلي وولاد جيران وكده وحاجات كتيرة قوي. مش عارفة اقول لحضرتك ايه تعبانة، بس نفسيتي تعبانة منها، مش قادرة اسامحها يا دكتورة وبدعي عليها. لا ما تدعيش عليها، بس ايه احتي اللي في قلبك عدم الحب او الحب، دي حاجه مش بايدك بقى، بس يعني ما ندعيش. لا ما تدعيش على حد. المهم سؤالك تحديدا انك انت بتدعي عليها ولا انك مش عارفه تسامحيها؟ وبشوف مش عارف، مش قادره اسامحها خالص يا دكتوره، وما بشوف اخواتي، فرقت بيني وبين اخواتي كويسين مع بعض وكده، وكانت دايما تعزمهم وكده وتحني عليهم وكده، وانا لا، وطردتني من البيت يا دكتوره، وانا فعلا شبابي وتعرضت لحاجات كتيره قوي، ده يعملني وده مش عارف ايه، وده
كده واروح اشتغل في حته تجي لي الشغل وتفوق سمعتي والكلام ده كله. فانا تعبانه قوي وفرقت بيني وبين ولادي، وكانت تيجي تقول لجوزي يضرب البنت ضاله يطلع لها 24، وبعت اراضي بملايين بتاعت ابويا وحرمتني منها انا واختي الصغيره. مش عارفه ليه يا دكتوره، مش عارفه يعني قوي والله. طب يعني هي فرقت بينك وبين اولادك، وانت فين يعني فين رد الفعل؟ كنت بتعملي ايه عشان تحافظي على بيتك واولادك؟ انا حضرتك يعني معلش، ما يعني هي فرقت بيني وبين اولادي عباره وجيزه لكن مصيبه، يعني فرقت كانت بتعمل ايه؟ حضرتك انا كنت ما كنت مقومه قضيه وكده عشان اخد اولادي، فهي راحت قالت للمحامي لا بلاش وكده عشان هي مفيش مكان ليها وكده، وبعد كده طردتني من البيت وكده. لولا اصحابي وجيراني يعني وكده ربنا يجزاهم خير وكده فطروني يعني وكده، وانا كنت بشتغل شغلتين وكده عشان اعمل نفسي وكده. طب وزوجك، زوجك انت ليه سبتيه؟ زوجي حضرتك كان مفتري، ليه سبتي زوجك؟ كان قريبها يا سمر، كان قريبها وكان مفتري، كان بيضربني كتير انا واولادي، وبعدين ضربني وانا بأولد ابني، رحت في غيبوبه كام شهر، وبعد كده فقدت ذاكرتي وابني كان في الحضانه وكده، وحتى هو ضربها كمان يعني في الوقت ده. فانا طيب مش عارفه اقول لحد، كانت بيجيلي الشغل يتفوق سمعتي هناك. طب انت دلوقتي قاعده فين؟ انا حضرتك قاعده مع ابني، بقى ابني كبر ايوه حضرتك، ويعني عنده اعاقه وكده، فيعني قعدت ادور عليه ادور عليه، كان ابوه خاص مني، وانا دلوقتي ادور يعني انت جبت قاعده بنت معاه وبتشتغلي ومنفصله عن والدتك دي، ما فيش كلام يعني؟ والدتي ماتت، ولا ماتت هي؟ ماتت بس ماتت بعد ما عزبتني يا دكتوره. طب السؤال دلوقتي ايه؟ السؤال ان انا طول النهار والليل يا دكتوره نفسيتي تعبانه ومرضت وبقيت مرضانه، اما بشوف اخواتي بيودوا بعض وانا لا، انا بتضايق وبدعي عليها يعني وكده، اما بشوف ابني متدمر وكده وعنده اعاقه ونفسيته تعبانه وما ترباش معايا، وهي ما رضيتش قالت لا وطردتني من طيب البيت يا عشان. سمر، شكرا يا سمر، حاضر، شكرا. استاذه فاطمه. ايوه ازي حضرتك يا دكتوره، انا اهلا بحبك وسهلا. جدا جدا جدا. اي ستي احبكم الله، انا عندي ثلاث اسئله. فيه اتفضلي معاكي، اتفضلي. اول سؤال، انا رمضان اللي فات كنت بصوم وفطرت، كنت بصوم وبعد الفطار بتفرج على مسلسل، عايز اعرف ده حرام ولا لا؟ تاني سؤال ليا، في قناه طالعه تقول نبشركم بظهور المهدي، وبيجيبوا احاديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام وحاجات من القران، ولو هو غلط وهو مش حقيقي، ثانيه اسمعيني حضرتك، ولو هو غلط ومش حقيقي ليه الازهر ما بيردش عليهم؟ ثالث سؤال، انا لا، بعد وهي ما بصلي القناة دي فين؟ القناة دي فين عندنا؟ ايوه انا ايوه انا اصلا من القاهره وبجيبها على التلفزيون شغال عادي جدا. اسمع، نبشركم بظهور المهدي، وجايبين واحد اسمه عبد الله هاشم بيقولوا ان دوت المهدي الرسول، حاجات كتير جدا، لو ممكن حضرتك تخشي على اليوتيوب وكل حاجه هتطلع لك، انا عايز اعرف ده حقيقي ولا لا. ده كل سنتين، ده كل شهر بيطلع واحد يقول انا المهدي. السؤال السؤال الثالث الثالث لحضرتك، السؤال الثالث، ان انا بصلي وبعد ما بصلي ما بقعدش اسبح اللي هو اذكار الصلاه اللي هو الحمد لله 33، ما بتقوليش بقوم لما اذكار اقوم ما بعد الصلاه. بقوم من الصلاه على طول، لان الزي بتاع الصلاه بتاعي بيبقى تقيل عليا. رابع سؤال، انا اسفه ما قلتش في الكنترول، انا يعني وقت وقت البتاع بتاعت كل شهر بتاع دوت، انا ببقى بقرا في المصحف، بعوز اقرا لا بس بالراحه عشان انا افهم. انا مش فاهمه انت بتقولي ايه. ماشي، انت دلوقتي بتقولي انا انك بتبقي، اسمعيني، السؤال الثالث بتبقي لابسه الاسدال فبتشيلي الاسدال وتبتدي وبعد تقولي بعدين ايوه ساعات وتقولي بصحى وساعات لا. وتقولي الاذكار بتاعت الصلاه وانت مش ستره شعرك، يعني عايزه تقولي ايوه ساعات تمام. ساعات لا، يعني ساعات ما بسبحهاش اصلا، ساعات طيب بقولها ايه ساعات بقى لا، السؤال الثاني؟ وبمسك المصحف وانا عندي البتاع بتاع كل شهر. ايوه حاضر حاضر. ده حرام ولا لا؟ تمسكي المصحف للقراءه اثناء الحيض. ايوه، تمام. وانا بحب حضرتك جدا، انا وتوامي بنتفرج عليكي، وطالبه من حضرتك تدعي لي. حاضر، خالص التحية لكما أستاذة ثناء. اتفضلي يا فندم، يا ريت تسمعوني من التليفون مش من التلفزيون. اتفضلي أيوة. يا يا فندم. دكتور أهلا بيك يا أستاذة ثناء، أهلا عاملة وسهلا. إيه؟ الحمد لله الحمد لله، ربنا يكرمك يا رب. آمين آمين آمين.
كنت بس يا دكتور كنت عايزة أسألك سؤال، اللي هو الذكاء بتاعتي عايزين نطلعها كاملة أو جزء كبير منها لمستشفى أهل مصر للحروق، سألنا عندهم قالوا لنا إن المستشفى ما فيهاش شاش ولا قطن وبيحتاج وبتبقى حاجات خطيرة جدا، فإيه رأي حضرتك؟ حاضر، في حاجة تانية؟ لا متشكرة يا دكتور وربنا عفو. يكرمك، بحبك جدا. أحبكم الله، أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه. معانا؟ طيب هنطلع الفاصل وهنبه بس ست ام محمد كان ليها سؤال من كام حلقه كده خاص ببول الصبي على ثياب والدته اثناء حملها اياه داخل الصلاه. هنرد عليكي اول سؤال ان شاء الله ونبدا تباعا في الرد على اسئله الساده المشاهدين، فالقاكم ان شاء الله بعد هذا الفاصل. اهلا بالساده المشاهدين الكرام. كان في ست ام محمد سالت من كام حلقه فاتت بتسال على انها ما بتصلي، بتكون شايله ابنها والابن قد يصيب الملابس بتاعتها بول هذا الرضيع، فهي تعمل ايه؟ تخرج من الصلاه ولا تكمل صلاه؟ ده كان سؤال الست ام محمد. هو بيرى جمهور الفقهاء ست ام محمد ان بول الصغير ده نجس من وقت ما يتولد، وما فيش فرق في هذا الأمر بين الكون المولود ده أو الرضيع ده ذكر أو أنثى، وما فيش فرق برضو بين كون هذا الرضيع لسه ما بيأكلش الأكل أو أنه بدأ يتناول الطعام بالفعل، إنما الفقهاء فرقوا بين في كيفية التطهير بتاع ما إذا أصاب الثوب بول ذلك الرضيع. فإذا لم يكن الطفل قد تناول الطعام في سن الرضاع، يعني بس فقط هو في وقت رضاعي، يبقى في الحالة دي ما بدأناش نأكله أو ندخله أكل، فبيكتفى في التطهير بتاع الثوب إن احنا نرش المية اللي بيسموها نطح الماء، فبرش المية لأنه فقط هو هذا الصغير أو هذا الرضيع في وقت رضاعي، ما بدأناش ندخل له أكل وأصاب الثوب بتاعي البول بتاعه، في الحالة دي هرش مية اللي بنسميها نطح الماء، دي طريقة تطهير الثوب. طيب لو بدأ ندخل له أكل أو لو بدأ يأكل ندخل له الأكل، فإحنا في الحالة دي هيبقى لابد من غسل هذا الثوب. وعلى ذلك لو تعلق الصغير كده وانا شلته تعلق في رقبه امي او هي ماسكاه وهي تصلي واصابها بشيء من البول، فقد اختل شرط طهاره الثياب يا ست ام محمد، وعلى حضرتك في الحاله دي انك تخرجي من الصلاه وتقومي بتطهير الثوب بتاعك اما بالرش او نطح الميه عليه او انك بتغسليه على حسب التفصيل والبيان اللي انا قلته من تناول الطفل للطعام او عدم تناوله للطعام. لكن في حاجه يعني تيسيريه كده وردت في مذهب الساده الحنابله بجواز انا مثلا مش عارفه الولد على طول بيعيط الرضيع ده وانا مش عايزه اركز في الصلاه، اقدر اخد بقول الساده الحنابله بجواز ان حضرتك تقدري تجمعي بين الصلوات من دون قصر، واجازوا ذلك للمراه المرضعه تخفيفا لها من مشقه حصول النجاسه والثياب والحاجات دي، فيمكن ان حضرتك تجمعي الظهر مع العصر جمع تقديم او تاخير حسب الحاله اللي حضرتك تقدري انك تبقي متفرغه فيها للصلاه. كمان اقدر بجمع المغرب او العشاء حسب ما تسمح ظروف حضرتك جمع تقديم او جمع تاخير، يعني بيرفع اذان الظهر بصلي الطفل بتاعي ده المولود ده نايم اقدر اصلي الظهر أخل 4 ركعات وأسلم، وبعدين أبدأ أصلي العصر جمع تقديم بصلي 4، وباجي بقى في وقت العصر
لا ده انا مش سامح وقت الظهر بالنسبه لي، فممكن في وقت العصر وهو نايم الرضيع ده اقوم اصلي 4 ركعات الظهر مع 4 ركعات العصر، يعني اما جمع ده اللي اقصده بجمع التقديم او جمع تاخير. وانت في الحاله دي احنا بناخد بما ذكره الحنابله في هذه المساله تيسيرا على المراه المرضع، ونسال الله سبحانه وتعالى القبول. الأستاذة سمر عندها مشكلة بسبب والدتها أنها دمرت حياتها. طبعا يعني حضرتك يا أستاذة سمر حكيتي أشياء يعني قاسية أو صعبة، الأم أو الزوجة اللي تضرب الزوج والزوج شخصيته ضعيفة إلى هذا الحد، وأنت كنت بتحوشي عن والدك وهي بقى بتنتقم منك. طبعا العهد على الراوي اللي بيقول السؤال، فإحنا بقعد أفصص قدر الطاقة في المسائل اللي تفيدني وأنا بجاوب قدر الطاقة واللهم سلم. فبتقولي انها خدت موقف مفرقه بينك وبين اخواتك وفرقت بينك وبين زوجك واولادك، وبتقولي ان اتجوزتي قريبها وانه قريبها ده كان قاسي القلب وكان مفتري في اسلوبه، وانت قاعده دلوقتي هي توفيت. هي توفيت يا صاحبه السؤال، وان كانت زي ما حضرتك تفضلتي قلتي كلام اللي قلتيه فهي امراه اثمه، وان هي فعلا لو قصدت انها تحرم حضرتك من حقوقك فطبعا عليها اسم عظيم بانها بتضيع حقوقك اللي هتسال عنها اذا ضيعتها. لكن ده مش معناه انه ذريعه ليا اني اتجاوز الحد في الدعاء، ما ينفعش. فلا اعتدي في الدعاء، بدل ما ادعي عليها ادعو الله تعالى بان يغفر لها ويرحمها وانه يصبرني وانه على قدر صبري على هذا الابتلاء يغفر لي، وادعو الله باصلاح الحال بيني وبين اخواتي. واولى ان الانسان يعني يشغل نفسه بالذكر وبالاعمال النافعه في الدنيا والاخره. انت 6 و9 تشتغلي اشتغلي، الانسان يكون منتج ويسعى دائما انه ينمي نفسه. مش هقعد اعيط بقى على اللي فات، انا ابتليت او ابتليت ابتلاء شديدا وصبرت عليه، اسال الله سبحانه وتعالى انه يجزيني على هذا الصبر خيرا عظيما. فما ضيعش بقى ده وادعي على ده وادعي على ده، وقد اكون انا اخطات بعض الوقت في حق نفسي وانا مش واخده بالي، فما اقدرش احمل الناس اللي قدامي او شخصيات مروا في حياتي ان كان اب ان كان ام بامور انا بعانيها. لانه في مرحله الانسان بيبقى عنده عقل لابد ان يفكر، اذا كان ده قريبها وانت كنت شايفه انه مش كويس ليه وافقتي على الزواج؟ ليس القصد من هذا الكلام اني ببكتك او ان انا بضايقك، لكن ما يبقاش الواحد يعلق كل اخطائه على شماعه اللي اذوه في دنيته. اسالي الله لها المغفره واسالي الله الاجر على ما صبرتي عليه. ودلوقتي انا في دلوقتي وقتي ده اللي انا عماله اعيط واعمل وما بعملش حاجه صح، لا انا انتج واسعى في اعمال نافعه واذكر الله سبحانه وتعالى. ولو انا محتاجه بعض العلاج النفسي لمانع من اللجوء الى المختصين عشان يساعدوني اتجاوز المرحله، ما بقاش انا قاعده في الماضي وسايبه الحاضر والمستقبل. الانسان حياته في هذا الزمن اللي بيضيعه، لابد اني اشغله بنافع يا صاحبه السؤال. فاطمة بتسأل 3 أسئلة، بتقول في رمضان كانت بتصوم وكده، ولكن بعد الفطار كانت بتقعد تتفرج على المسلسلات، هل ده حرام؟ الأوجب الانشغال في الأوقات الفاضلة بالأعمال الصالحة. حتى كان السلف الصالح المحدثين اللي بيحدثوا بالحديث واللي بيفسروا القرآن، كل دول كانوا بينقطعوا للتعبد والعبادة. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى القبول يا صاحبة السؤال. حضرتك بتتفرجي على حاجات أو قنوات بتتكلم عن ظهور المهدي، فهي بتقول ظهور المهدي هذا من الغيبيات، ولا ينبغي لمؤمن أن يشغل نفسه أو يشغل باله كثيرا بمثل هذه الأمور. يعنيه وقته ومستقبله المعلق على ما يصنع، الإنسان يركز في ده. السؤال الثالث، إنها بتصلي ولما بتقول الأذكار يعني بعد الصلاة بتبقى عايزة تقول الأذكار، مش بتبقى بتتحمل اللبس بتاع الصلاة الإسدال يعني، فترفع إسدال الصلاة وبتقول الأذكار، هل ينفع هذا الأمر؟ الإنسان يقدر يجيب يقول أذكار ما بعد الصلاة،
يأتي بها الإنسان على أي حال صاحبة السؤال، ما بيشترطش فيها إن أنا على طول مباشرة بعد الصلاة حال الجلوس وأنا قاعدة، لا، لو قمت ونزعت الإسدال بتاع الصلاة وبدأت إن أقول الأذكار ما فيش أي مشكلة، وبالذات في وقت الحر أو ما شابه ذلك، يعني لا يشترط فيه هيئة، على أي حال تقدر تجيبي أذكار ما بعد الصلاة صاحبة السؤال. طيب، كان في سؤال، ولو في وقت هنرجع لسؤال فاطمة مرة تانية. الثالث، ثناء بتقول في مستشفيات أو الزكاة، في بعض المستشفيات الخاصة بالحروق بيقولوا ما عندهمش شاش ولا قطن، فينفع ندي من زكاة المال؟ لو كان اللي بيتعالج في المستشفيات دي من المستحقين للزكاة بيجوز إن أنا أحط فيها. طب لو كان من يعالج فيها من مستحقي للزكاة ومن غير المستحقي للزكاة، فالأصل إن إحنا نخرج بقى جزء ليهم من الزكاة يا صاحبة السؤال. في كان معانا وقت، طيب، في السؤال الثالث سريعا كان لفاطمة، كانت بتسأل عن هل هي تنفع تمسك المصحف للقراءة القرآن أثناء الحيض، يعني تمسك المصحف أثناء الحيض. جمهور الفقهاء على إن ده ممنوع، وهو ده المفتبي، وفي الأذكار توسعة، والمرأة على يعني ليها توسعة في أحوالنا تقدر تذكر على كل حال، وهناك طبعا اجتهادات أخرى لكن بنقولها في وقتها حسب حالة السائلات في هذه المسألة. نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بخالص الدعاء ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك. نسألك يا مولانا نصرا عزيزا، نسألك يا مولانا فتحا مبينا، نسألك يا مولانا عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير. نسألك، نسألك يا الله العفو والعافية والمعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان ولبنان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين، نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.